فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة اعتمرت وهي صغيرة، وطافت وسعت وهي حائض، وقد منعها الحياء من إخبار أهلها، ثم بعد ذلك اعتمرت عمرا كثيرا. السؤال: هذا الأمر قبل 15 عاما، وهي الآن تسأل هل عليها كفارات لما ارتكبته من محظورات بين العمرتين الأولى الفاسدة والثانية الصحيحة؟ وإن كان عليها فما عدد الكفارات؟ هذه كان سألت في وقتها، لأن الذي عليه حدث أكبر وأصغر لا يصح منه الطواف حتى يتطهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، لأن الطواف تشترط له الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلا بد من الطهارة. لكن إذا كانت اعتمرت بعد هذه العمرة عمرة صحيحة فإنها تقوم مقام الأولى وتكفي عنها، تكون الثانية قائمة مقام الأولى الفاسدة. نعم.